يقول بعضهم لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على وجه التعيين، فهل هذا صحيح؟ ما هو على وجه التعيين، ما قال هذا أحد، يفضل الفاضل بعينه، ورسولنا هو أفضل الأنبياء وهو معين، الخليل بعد نبينا هو أفضل الأنبياء، أولو العزم الباقين هم أفضل الأنبياء، فيفضل بعينه. من قال أنه لا يفضل بعينه؟ لكن لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول، هذا الممنوع، لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول. أما التفضيل من باب شكر النعمة وبيان الواقع فهذا لا بأس به، قد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل بعض الأنبياء على بعض بأعيانهم، فضل بعضهم بأعيانهم. وأنا قلت لكم كم مرة يا جماعة اتركوا إحداث الألفاظ والأشياء من عندكم، امشوا على ما كان عليه السلف الصالح، ادرسوا العقيدة وامشوا عليها، لا تجيبون اجتهادات من عندكم واستنباطات من عندكم فتضلون وتضلون الناس. نعم.